مشاهدينا الكرام، أرحب بكم في أخبار السادسة، تأتيكم من مركز الأخبار في قنوات أبو ظبي. والبداية بأبرز العناوين. زيلينسكي يدعو حلفاء كييف إلى الإسراع بتسليم مقاتلات F-16، ويؤكد أن الخريف سيكون حافلا بالفعاليات الدبلوماسية. المجلس العسكري في النيجر يمهل السفير الفرنسي لمغادرة البلاد، وباريس تعتبر قادة الانقلاب بلا أهلية رسمية للمطالبة بمغادرة سفيرها. أهلا بكم. حذرت دولة الإمارات أمس من استمرار الجماعات الإرهابية في إعادة ضبط أساليبها وتغيير استراتيجياتها لتحقيق غاياتها المزعزعة للأمن والاستقرار الدوليين، رغم التقدم الملموس ضد الإرهاب، داعية المجتمع الدولي إلى وقفة جادة من أجل ردع التهديدات الإرهابية العابرة للحدود. جاء ذلك خلال بيان أمام مجلس الأمن الدولي أدلت به أميرة الحفيتي نائبة المندوبة الدائمة لدى الأمم المتحدة والقائمة بالأعمال بالإنابة. من الضروري تنشيط وتسريع العمل على اعتماد اتفاقية دولية شاملة بشأن الإرهاب، فعلى الرغم من وجود اتفاقيات وقرارات دولية للتصدي للتهديدات المتنامية للإرهاب ومنها استراتيجية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، إلا أن القضاء على هذه الآفة يتطلب اتفاقية دولية شاملة لتعزيز الإطار القانوني الدولي في هذا المجال. ونقف الآن مشاهدين عند آخر تطورات الأزمة الروسية الأوكرانية ومستجدات الصراع عسكريا ودبلوماسيا. قال الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي إن بلاده تقوم بالإعداد لفعاليات دولية خلال فصل الخريف واتخاذ خطوات جديدة مع الشركاء، كما حث الحلفاء الغربيين على الإسراع بتسليم طائرات المقاتلة F-16 لإجبار القوات الروسية على التراجع. وأشار زيلينسكي إلى أن هدف بلاده هو الاقتراب من الوقت الذي ستساعد فيه F-16 في إبعاد تقدم القوات الروسية بأسرع ما يمكن. هذا ووافقت الدنمارك وهولندا مطلع هذا الأسبوع على تزويد أوكرانيا بالطائرات المقاتلة عقب زيارتين قام بهما زيلينسكي لهاتين الدولتين. ميدانيا، قال جهاز المخابرات العسكرية الأوكرانية أمس إن أوكرانيا شنت هجوما بطائرات مسيرة على قاعدة للجيش الروسي في عمق شبه جزيرة القرم. وقال مسؤولون بالمخابرات الأوكرانية إن الهجوم أصاب لواء الدفاع الساحلي الروسي 126 المتمركز ببيريفلونوي، وهي بلدة تبعد أكثر من 200 كيلومتر عن الأراضي الخاضعة لسيطرة أوكرانيا. هذا وأعلنت روسيا في وقت سابق أمس عن وقوع واحدة من أكبر الغارات الجوية الأوكرانية المنسقة فوق الأراضي التي تسيطر عليها روسيا في أوكرانيا، لكنها قالت أن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت جميع الطائرات المسيرة. من جانبه، قال قائد القوات البرية للجيش الأوكراني ألكسندر سيرسكي إن روسيا تعيد تشكيل صفوفها في الجزء الشرقي من أوكرانيا الذي تسيطر عليه موسكو من أجل استئناف الهجوم. وأوضح سيرسكي أن الهدف الرئيس من هذه الإجراءات هو تعزيز مستوى القدرات القتالية واستئناف العمليات الهجومية النشطة. ولم يقدم سيرسكي تفاصيل عن إعادة تشكيل القوات الروسية، لكنه قال أن القوات واصلت الهجمات بالمدفعية الثقيلة وقذائف المورتر والهجمات الجوية. في المقابل، قالت روسيا أن موسكو تعرضت لهجوم جديد بطائرة مسيرة في الساعات الأولى من صباح اليوم. وقال رئيس بلدية موسكو سيرجي سوبانين إن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت طائرة من دون طيار فوق منطقة أسترا في العاصمة. وذكرت وكالة تاس للأنباء أن 3 مطارات رئيسية في موسكو علقت رحلاتها. يأتي ذلك فيما أبلغ الجيش الروسي عن هجمات أوكرانية متكررة بطائرات مسيرة وصواريخ على الأراضي الروسية خلال الأيام القليلة الماضية.
في تطورات ملف الانقلاب في النيجر، نفى المجلس العسكري أنباء نشرتها وكالة الأنباء الفرنسية عن طلبه من سفراء بعض الدول مغادرة البلاد. وأكد المجلس أنه طلب فقط من سفير فرنسا مغادرة البلاد نتيجة لتصرفات تتعارض مع مصالح النيجر على حد وصفه. وفي المقابل أعلنت أكواس أنه لا نية لديها لغزو النيجر كما يدعي النظام الحاكم، مع تأكيدها أن خيار استخدام القوة ما زال مطروحا. توتر جديد يكتنف ملف النيجر المثقل أصلا بالكثير من المعضلات عقب انقلاب نفذه المجلس العسكري في البلاد، حيث وضع جيش النيجر قوته في حالة تأهب قصوى بعد تداول تقارير إعلامية أفادت أن القادة العسكريين أمهلوا سفراء نيجيريا وفرنسا مهلة قصيرة لمغادرة البلاد. النظام العسكري في نيامي أشار إلى رفض السفير الفرنسي الاستجابة لدعوة لإجراء مقابلة أمس، كما برر طلب مغادرة السفير بصدور تصرفات أخرى من الحكومة الفرنسية تتعارض مع مصالح النيجر. الخارجية الفرنسية من جانبها لم يتأخر ردها، واصفة المجلس العسكري بأنه ليس مؤهلا للمطالبة بمغادرة سفيرها، وأن قرارا بهذا الخصوص يجب أن يأتي فقط من السلطات الشرعية المنتخبة. بالمقابل تضاربت الروايات حول إخطار سفراء الولايات المتحدة وألمانيا بضرورة المغادرة. ودحضنا لتلك الأنباء، فقد أعلن مصدر في خارجية النيجر أن من نشر كان عبر وثيقة مزيفة، لتعلن وكالة الأنباء الفرنسية بعدها أنها حذفت منشور إمهال السفير الألماني 48 ساعة لمغادرة النيجر، بعد أن أعلنت السلطات أنها تستند إلى معلومات غير صحيحة. كما حذفت الوكالة أيضا منشورا مماثلا يتعلق بالسفيرة الأمريكية، لتعود وتؤكد الخارجية الأمريكية أن نظيرتها النيجيرية نفت لواشنطن صحة الرسائل المتداولة عبر الإنترنت والتي تدعو إلى مغادرة بعض الدبلوماسيين الأمريكيين. وفي ضوء هذه التطورات الدبلوماسية، أكدت مجموعة إكواس أنها لا خطة لديها لغزو النيجر، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن خيار استخدام القوة ما زال مطروحا، وشددت على أنها لا تستطيع قبول انقلاب آخر في المنطقة، مضيفة أنها لم تعلن الحرب على شعب النيجر ولا توجد خطة كما يزعم المجلس العسكري لغزو البلاد. مشاهدينا، هذه النشرة متواصلة وتتابعون فيها بعد فاصل قصير. استمرار حرائق الغابات في اليونان، والمفوضية الأوروبية تصف الحريق بالأكبر في تاريخ الاتحاد. مشاهدينا أهلا بكم معنا من جديد. قبل مواصلة هذه النشرة، هذا تذكير بأبرز عناوينها. زيلينسكي يدعو حلفاء كييف إلى الإسراع بتسليم مقاتلات F-16، ويؤكد أن الخريف سيكون حافلا بالفعاليات الدبلوماسية. المجلس العسكري في النيجر يمهل السفير الفرنسي لمغادرة البلاد، وباريس تعتبر قادة الانقلاب بلا أهلية رسمية للمطالبة بمغادرة سفيرها. في الأردن، تمكنت الحكومة الأردنية من تأجيل قرار نقابة الأطباء القاضي بوقف معالجة مئات آلاف المرضى المؤمن عليهم من قبل شركات التأمين الخاصة لمدة 3 أشهر، وذلك بعد خلاف سابق بين النقابة وشركات التأمين حول أجور الأطباء المالية المنصوص عليها في لائحة الأجور الطبية. التفاصيل نتابعها في سياق هذا التقرير. مراجعة لائحة أجور الأطباء وتشكيل لجنة لوضع التوصيات واعتماد الحوار سبيلا لحل الخلافات، نقاط جمدت مرحليا قرار نقابة الأطباء الأردنية بوقف علاج المرضى المؤمن عليهم في المستشفيات الخاصة.
قرار النقابة الذي تم تأجيله لمدة 3 أشهر بعد اجتماع قادته وزارة الصحة جاء نتيجة رفض شركات التأمين اعتماد أجور الأطباء المنصوص عليها في لائحة النقابة الصادرة عام 2021 وإبقاء العمل على قائمة الأجور العائدة لعام 2008. دورنا وما أعطانا إياه القانون بأن نقوم بتنظيم لائحة الأجور، وهذا ما قمنا بفعله حيث أقررنا لائحة أجور 2021. يجب أن تنهي هذه اللجنة أعمالها خلال 3 أشهر. القرار الذي اتخذناه هو واضح بتأجيل توقف عن استقبال المرضى غير المؤمنين حتى هذا التاريخ، وإذا لم يتم العمل على إنجاز ما تم الاتفاق عليه فنحن ماضون بحيث يتم تطبيق هذه اللائحة ويتم إنفاذ القانون. تأثر حوالي 16% من الأردنيين المؤمنين صحيا عبر شركات التأمين في القطاع الخاص بقرار نقابة الأطباء المؤجل مرحليا، دفع مجلس النواب للدخول على خط الأزمة والتحرك لوقف القرار وعدم الإضرار بأمن الأردنيين الصحي. يجب الجلوس والتفاوض، ترحيل المشكلة لا يحل مشكلة. يجب أن نوضع الحس الوطني ومصلحة المواطن فوق كل اعتبار، ما يهمنا هو بالنهاية المواطن ومصلحة المواطن والوطن. وأرجعت نقابة الأطباء الأردنية تمسكها بقرار رفع أجور منتسبيها إلى عدم تضمين لائحة الأجور القديمة لأسعار العديد من الخدمات والإجراءات المتطورة والحديثة التي يقدمها الأطباء للمرضى في المستشفيات. بين قانونية وقف استقبال المرضى من عدمه، يبقى مصير مئات آلاف الأردنيين معلقا حتى انتهاء مهلة نقابة الأطباء للتوصل إلى حلول مرضية بالنسبة لها. من عمان لقنوات أبوظبي، حازم الخطيب. في أخبار أخرى، قالت وزارة الدفاع التايوانية صباح اليوم أنها رصدت خلال الساعات 24 الماضية 20 طائرة تابعة للقوات الجوية الصينية تدخل منطقة الدفاع الجوي للجزيرة، بينها طائرات مسيرة قتالية حلقت بالقرب من الساحل الشرقي لتايوان على المحيط الهادئ. وقالت وزارة الدفاع التايوانية في مزيد من التفاصيل أمس أن الطائرات التي تم رصدها شملت مقاتلات من طراز سو-30 وجي-10 وطائرات مضادة للغواصات. هذا وأجرت الصين يوم السبت الماضي مناورات لمدة يوم حول تايوان. لا تزال حرائق الغابات التي اجتاحت أجزاء من اليونان مستعرة اليوم، ولكن احتمال هطول زخات من المطر يحمل بعض الأمل، وما زال الكثير من التركيز منصبا على شمال شرق البلاد في منطقة إيفروس تحديدا بالقرب من الحدود مع تركيا، حيث اندلع قبل 8 أيام حريق غابات أججته الحرارة المرتفعة مما أسهم في انتشاره سريعا. هذا وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن النيران اشتعلت في مساحة نحو 74 كيلو ألف هكتار بالمنطقة، 13,000 منها في منتزه دديد الوطني وحده. ووصفت المفوضية الأوروبية الحريق بأنه الأكبر في تاريخ الاتحاد الأوروبي. في تونس تعد السياحة أحد أهم الوجهات في حوض البحر الأبيض المتوسط، وهي من بين أكثرها تنوعا، إذ تجمع بين السياحة الشاطئية والثقافية والصحراوية وغيرها مما أسهم في انتعاش هذا القطاع. وقد أعلنت مؤخرا وزارة السياحة التونسية أن إيرادات القطاع منذ بداية العام وحتى منتصف الشهر الماضي نمت بنسبة 51% نظرا لارتفاع أعداد الوافدين من جنسيات مختلفة. نتابع. تونس التي تغنى بها الشعراء وكتب عن ثرائها الحضاري الرحالة ودون تفردها المؤرخون، عروس المتوسط وبوابة شمال إفريقيا، وجهة لسياحة عالمية متنوعة وثرية. من عاصمتها نبدأ جولة تحملنا عبر محطات سياحية ومواقع أثرية وتراثية خلابة.
بوابتها المفتوحة وبساطها الممدود حفاوة جعل منها إحدى أبرز الوجهات السياحية العالمية، وساهم في ارتفاع عدد الوافدين إليها من جنسيات مختلفة. جميلة جدا العاصمة، في ميكس كلتشر، بلد حلو، عندهم كوزين كمان يعني حلوة، مطبخ حلو، وكمان الشعب كمان شعب كتير مضياف. وحسب وزارة السياحة التونسية فقد تجاوزت إيرادات القطاع 1 مليار دولار منذ بداية العام الحالي حتى منتصف يوليو، أي بزيادة 51% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، كما ارتفع عدد الوافدين ليبلغ أكثر من 4 مليون خلال الفترة نفسها. نسبة معناها التطور بالنسبة للسنة الفارطة كبيرة، في حدود 75%. المنتوج الشاطئي هو ركيزة أساسية، ولكن مع المنتوج الشاطئي هناك عدة منتوجات أخرى نروج لها، كالمنتوج الصحراوي، كالمنتوج الثقافي، كالمنتوج الاستشفائي، كسياحة رياضة الجولف. محافظة مدن ومناطق على خصوصيتها المعمارية القديمة وتقديمها لمنتجات حرفية تعطي للسائح فرصة فريدة لرحلة تمزج بين الترفيه والتاريخ، رحلة تترك في ذاكرة زائرها صورا لا تنسى. للسياحة التونسية أوجه عدة، صحراوية، ثقافية، بيئية وشاطئية. وهنا في سيدي بوسعيد منارة الأبيض والأزرق تتجلى حفاوة التونسي بالزوار من كل الجنسيات. عارم رجيبي لمركز أخبار قنوات أبوظبي، سيدي بوسعيد، تونس. وفي أخبار أخرى، أطلقت شركة سبيس أكس أحدث طاقم لها من 4 رواد فضاء في وقت مبكر صباح اليوم إلى محطة الفضاء الدولية، حيث من المقرر قضاء 6 أشهر في الفضاء. ومن المتوقع أن يصل الطاقم الذي يسافر داخل المركبة الفضائية كرو دراجون التابعة لشركة سبيس أكس إلى محطة الفضاء الدولية ويلتحم بها في ساعات مبكرة صباح غد. وكانت إدارة الطيران والفضاء الأمريكية ناسا وشركة سبيس أكس قد أعربتا عن أملهما في بدء الأمر في أن يتم إطلاق الطاقم لمحطة الفضاء الدولية أمس الجمعة، لكنهما اختارا إلغاء تلك العملية قبل ساعات من إطلاقها. نشرتنا متواصلة مشاهدينا، وتتابعون فيها بعد قليل في أخبار الاقتصاد. 592 مليار درهم أصول المصرف المركزي الأجنبية نهاية يونيو لأعلى مستوى في تاريخها. مشاهدينا أهلا بكم معنا من جديد. وصلت أصول المصرف المركزي الأجنبي نهاية يونيو المنصرم إلى أعلى مستوياتها. متابعة التفاصيل. تواصل أصول المصرف المركزي ارتفاعها في الدولة، حيث تجاوز إجمالي الأصول الأجنبية لمصرف الإمارات المركزي حاجز 592 مليار درهم في نهاية يونيو الماضي، وذلك للمرة الأولى في التاريخ وفقاً لأحدث إحصائيات مصرف الإمارات المركزي. وأوضحت الإحصائيات الصادرة مؤخراً أن الأصول الأجنبية للمصرف المركزي زادت على أساس شهري من 590 مليار درهم خلال مايو الماضي إلى 592 مليار درهم في نهاية يونيو لهذا العام، أي بزيادة تعادل نحو 2 مليار درهم. وزادت الأصول الأجنبية للمصرف المركزي خلال النصف الأول من هذا العام بنسبة تقدر ب 20%، أي ما يعادل 98 مليار و300 مليون درهم مقارنة بنحو 494 مليار درهم نهاية العام الماضي، في الوقت الذي ارتفعت فيه على أساس سنوي بنسبة 37% مقابل نحو 433 مليار درهم في يونيو لعام 2022، أي بزيادة تعادل نحو 158 مليار درهم خلال 12 شهراً.
وأرجعت إحصائيات المصرف المركزي لارتفاع في الأصول الأجنبية إلى زيادة الأوراق المالية الأجنبية المحفوظة حتى تاريخ الاستحقاق على أساس سنوي بنسبة 29% إلى 165 مليار درهم في نهاية يونيو الماضي، مقابل نحو 128 مليار درهم في الشهر نفسه من عام 2022. وسجلت الأرصدة المصرفية والودائع لدى البنوك بالخارج نحو 363 مليار درهم مع نهاية يونيو الماضي، بزيادة على أساس شهري بنسبة 14% مقارنة بنحو 362 مليار درهم في مايو الماضي، وبزيادة على أساس سنوي بنحو 50% مقابل 242 مليار درهم في يونيو لعام 2022. وأوضحت إحصائيات المصرف المركزي أن الأصول الأجنبية الأخرى وصلت إلى أكثر من 63 مليار درهم في نهاية يونيو الماضي، أي بزيادة على أساس شهري بنسبة 11%، أي ما يعادل 6 مليارات درهم مقارنة بنحو 57 مليارا و400 مليون درهم سجلت في مايو السابق، بينما زادت على أساس سنوي بنحو نصف النقطة المئوية مقارنة بنحو 63 مليار درهم في يونيو من العام الماضي. كما أوضح المصرف المركزي في بيانه أن أصوله الأجنبية لا تتضمن وضع شريحة الاحتياط لديه، بالإضافة إلى حقوق السحب الخاصة لدى صندوق النقد الدولي. مشاهدينا، إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام نشرة السادسة. شكرا على حسن متابعتكم، ودائما في أمان الله.